دائما بنقرأ عن الدراسة الفلانية وأيضا الإحصاء الفلاني ونسب وأرقام ما لها أول من آخر، ولكن هل تعرفوا الشغل اللي بيصير خلف كواليس هذه الأرقام؟ قصة نجاحنا الأخيرة اليوم معنا مشرفتنا هدى باشميل متخصصة في علم الإحصاء، ومنها راح نتعرف على أسرار وراح تعلمنا هي، صحيح هدى؟ بداية وبشكل عام، إيش نقدر نعرف عن علم الإحصاء؟ أول حاجة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام. علم الإحصاء هو علم قائم على أرقام وعدد وأعداد، يعني لقوله تعالى وأحصى كل شيء عددا. فعلم الإحصاء هو يعني الناس بتحسب إنه هو علم رياضيات، وهو غير ذلك صراحة. فهو علم قائم على أرقام بس على أساسيات أخرى غير الرياضيات. طب بنسمع دراسات جديدة وأيضا نسب أو بحث جديد، فعلى أي أساس بتكون قواعد هذه الدراسات والأبحاث؟ لكل دراسة قاعدة، ما عندي قاعدة أساسية أمشي عليها. يعني الإحصاء هو علم أساسي ولكن له فروع، يعني أنا عندي الإحصاء الطبي، الإحصاء في علم الهندسة، الإحصاء في علم الزراعة، فكل دراسة لها يعني قاعدة أساسية. يعني زي عندي الإحصاء الطبي فهو يحتاج بايوستاتيستيك، إحصاء حيوي بيحتاج. الهندسة بتحتاج إحصاء لا معلم اللي هو النم بارامتريك، فلكل دراسة لها قاعدة. طب هل برأيك كل الناس تحتاج هذا العلم؟ أكيد. ليش؟ بس الناس طبعا بقلة الوعي في علم الإحصاء، الناس بتحسب إن هم ما هم بحاجة لها، وهم لو يعني بيفكروا او شيء زي كذا، يعني بس بيستوعبوا موضوع الاحصاء بيعرفوا انه احنا اصلا حياتنا ماشيه على خطط، والخطط هذه من ضمن الاحصاء. يا الله. طب هدى ايش رايك تعطينا امثله عشان نبسط الموضوع للمشاهدين، مثلا امثله عن انجازاتك اعمالك من خلال استخدامك لعلم الاحصاء، كيف طبقتيها في حياتك؟ اول حاجه طبعا انا كانت بدايتي حضور فعاليه معرض استن لكليه طب الاسنان بجامعه الملك عبد العزيز. حضرت الفعالية وكان من ضمن الفعالية في استبيان لتقييم الفعالية هذه. فأنا كانت بداية دراستي هذه للإحصاء، فيعني ملمة بالأساسيات يعني، فشفت الاستبيان صراحة كان بينقصوا كثير من الأساليب الإحصائية المهمة اللي تعطيني النتائج دقيقة وبشكل صحيح. يعني الأسئلة كانت جدا تديني نتائج خاطئة، يعني ما هي صحيحة ولا هي دقيقة. فإحنا بنضطر يعني نسوي تبريرات لهذه الدراسة، إنه اتضحت من البيانات إنه لو كان عندي حجم العينة أكثر من كذا، لو كان عندي حجم العينة أقل من كذا، بسوي تبرير بس ما بطلع نتيجة أساسية ونتيجة صحيحة. طب عادة إيش ممكن هي الأساليب اللي تضمن لنا نتائج صحيحة نقدر أن نعتمد عليها؟ في عندنا أساليب إحصائية كتير، بس في دراسة الإحصاء في البكالوريوس كنا بنعتمد الأسلوب الإحصائي ألفا كرومباخ قبل صياغة الاستبيان. هذا ألفا كرومباخ بيبين لي يعني ثبات ومصداقية هذا الاستبيان وهذه الدراسة. في عندي أرقام معينة ومعايير معينة أنا أقدر أشوف منها، يعني هل هذا بيفيدني؟ هل هذا صحيح؟ هل هذا إذا أنا طبقته بعد 3 سنوات 4 سنوات في نفس الظروف حتعطيني نفس النتائج الدقيقة هذه والصحيحة أو لا؟ إذا ما أعطتني فأنا ممكن أشوف الأسئلة اللي ممكن أستبعدها، أشوف النقاط اللي أنا ممكن تقويني في بحثي، أشوف النقاط اللي ممكن تضعف لي البحث وأستبعدها يعني. طب والأخطاء أيضاً؟ الإحصائية. الأخطاء الإحصائية هنا بيكون مثل الأخطاء التحيز، يعني مثلا عندي شخص بيعمل بحث وهو عنده نتائج متوقعها في راسه، بعد ما طلع النتيجة هذه استكشف انه مو زي توقعاته، فبيروح يتجه لتوقعاته، فهذا اسمه تحيز في الإجابة. أوه. وهذا شيء غير صحيح يعني. يعني غش وخداع. أيوة ممكن بالضبط. يكون بالضبط في ناس النهاية. ايوه في ناس بتلعب في الداتا عشان بس مجرد انها تطلع اجوبتها، مجرد انها تطلع الاشياء الصحيحه. طب نحن هنا يعني نعتمد على مين؟ نصدق مين؟ في النهايه كل يوم والثاني طالعين لنا بدراسات جديده، ابحاث جديده، وايضا استبيانات جديده، سواء لشركات، لمطاعم، لدراسات عالميه. نعتمد على مين؟ نصدق مين بالنهايه؟ صراحه الموضوع يرجع للباحث الاحصائي. فإحنا يعني قسم الإحصاء أنا أتمنى يعني من جد كل الناس ترجع للمختصين الإحصائيين. أوكي في ناس بتاخد كورسات إحصائية ولكن هذا غير كافي، إحنا بندرس 4 سنوات بكالوريوس عشان إحنا بنسوي بيئة صحيحة، بنسوي أساليب صحيحة، بنطلع دراسات جديدة، هذه الدراسات يعني حتنبني عليها دراسات أخرى. فأنا إذا ما رجعت للإحصائي من البداية
كيف انا يعني حوثق في اجوبتي؟ اوكي صح انا بدي كورسات وبقدم كورسات في كليات الطب، بس هذا الكورس غير كافي. يعني اوكي انا حديكي في مجالك في كليه الطب، حديكي مجال احصائي حيوي، ما حديكي مجال عام. يعني هذا برضو يرجع للمختص. اوكي فهمت عليك. طيب في ايضا احصاء ميداني واحصاء على الورق اللي هو مثل الاستبيان اللي تكلمنا عنه، فايش الفرق بينهم واي فيهم يكون اصح اكثر؟ ما في شيء اسمه اصح او مو اصح. الميداني طبعا هو التطبيقي وليس ميداني، فهو بناء على التطبيق. الاحصاء الورقي وهو الاحصاء النظري اللي هو انا بطلع نظريات واثباتات وزي كذا، يعني بشوف العلماء السابقين فين وصلوا لهذه الدراسه، فانا بس بشوف النقص اللي فيه بكمل به. يعني هي بناء على معادلات ونظريات اخرى انا اثبتها واكملها عليهم. اما الاحصاء التطبيقي فهو يعني انا بجمع داتا عن طريق يعني ميداني، حتكون الداتا يعني تجميع عن طريق ميداني. فهذا الداتا دي اللي عندي انا حقدر اطبق فيها لحياتي. اوكي. مو اما النظري جدا مختلف عن التطبيقي. طب قد ايش يعني التقنيه والتطور التكنولوجي اللي عايشينه اليوم سهل عليكم الكثير من الامور؟ صراحة التقنية سهلت كثير، وفي برامج جدا كثيرة في الإحصاء، منها برنامج الـ SPSS، منها برنامج الميني تاب. هو يعني زمان كانوا الناس بيستخدموا الرياضة، الخوارزم، بيقعدوا يدرسوا بحث كامل لسنين مرة كبيرة عشان يطلعوا نتائج. ولكن الآن التقنية يعني طورت علينا إنه في برامج إحصائية بتساعدني على حصول النتائج، فانا صحيح. منها ايوه فمنها حدخل الداتا فهي حتعطيني نتائج يعني سهلت علي، فيصير انا المختصه اطلع القرارات فيها، لها قراءات معينه فيها اشياء زي كذا. جميل جدا، شكرا لك هدى باشمال الباحثه الاحصائيه، نتمنى لك كل التوفيق في هذا المجال والله يعينكم. فعلا فعلا الله يعينكم. وايضا مشاهدينا شكرا لكم على المتابعه، نتمنى لكم عام سعيد مع دخول اول ايام العام 2019، وان شاء الله تكون سنه خير وبركة وسلام على الجميع. نشوفكم بكرة بإذن الله، وأقول لكم مع السلامة.